اصل انا فجأة لقيتها بتنادي عليا وتقول لي يا فرج يا فرج. قالت لك يا فرج؟ لا ما قالتليش يا فرج، قالت لي يا فرج بالطول دوت. دحروق سامع اللي انا سامعه يا شفرك؟ لا مش سامع حاجة خالص. في واحدة بتقول لي دحروق. لا إله إلا الله. دحروق. سبحانه. لا والله ما سمعت أي حاجة. بنفس الأكسون دي. لا يمكن أنت انتقل في الأكسون على العشاء ولا حاجة. ممكن برضه. طب أكمل له ولا لأ؟ أقول له تاني ولا لأ؟ أحب على رجلك كمل لي. أنا فجأة لقيتها بتقرب عليا سنة سنة. أيوه. حبة حبة. أيوه. هبة هبة. أيوه. وراحت قافشة في دماغي. يا مايا. وقعدت تقولي تعالى معايا يا فرج. خلاص يا. تعالى معايا يا فرج. أيوه. انزل معايا المية. سلام كله بالمية. وليها مخالب طويلة. لا يا. وعظمها باين. لا يا. ولونها أخضر. لا 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 مش عايز أسمع. أنا فجأة اتسمرت مكاني. خلاص بس. خلاص مش عايز. ما عرفتش اعمل. خلاص يا زفرج ابو سيدك. ما عرفتش اعمل حاجة. ابو سيدك مش عايز. خلاص. خلاص يا زفرج. خلاص يا سيدي. انا مش هكمل لك اكتر من كده عشان ما تترعبش. ايوه احسن بقى. بس انا الحمد لله خلصت ضميري قدام ربنا وقلت لك. الله يبارك. وطمنت عليك. ايوه يا ابو. سلام عليك. لا رايح فيه. اتكل انا على الله. لا خليك معايا. لا لا لازم تبقى اسد في الغفاره. لا بخليك معايا. اوعى بقى العنكبوت دوت. يا زفاره خليك معايا. دحروق. يا زفاره. دحروق. يا ساتر استر يا رب. يا ساتر استر. دحروق. لا 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 يا رب انا بخاف من الفيلم الرهيني. يطلع لي زرينج. يطلع لي زرينج يا رب. الراجل الهايل ده اتعب ما ماتش بيتعش اللي كان الورقه دي انا مش فاهم. خلاص خلاص ماشي خلاص 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 يا يابا انت ايه اللي حطاه في وشك ده ابو دقيق؟ بودره نانا دي. طب بس خلاص نانا المصلحه الوحيده اللي طلعت بيها من نانا. ما علينا دلوقتي يا جماعه بقى لازم نبتدي الشغل الجد. احنا لازم ندور على المركب. ما تنسوش انها لسه هتتنفخ. وبعدين احنا لازم نطلع بالمركب مع اول خيط. امسك. ايه ده؟ ده اول خيط من خيوط النهار. طب هات اشيله معايا بقى لا يقع معاك في عز الليل. خلي بالك عليه عشان خاطري. بقول لكم ايه؟ ايه؟ انا عارفه فين المركب. حلو قوي. فين بقى عروسه؟ عروسه؟ شفت؟ بص برستيج وقع في الارض في الجزيره دي كل الناس بتهزر فيها يا ما يتحرق برستيج يا ده. بلاش اونكل دي. استنى بس اشوف مشكلتي انا. خنقتيني بأمكن دي يا حبيبتي هتلزق فيا وانت بغاش الكلام الملتوي بتاعك ده. انت مش شايف شغل النسوان؟ نسوان؟ بص يا أمكن بيقول عليا نسوان. انت يا حبيبتي ده مجنون وقتلنا احنا الاثنين ده عبيط. معلش عندنا دي امسحها. لا خليها عندنا. لا عندنا معلش. انت كل مره تحاسب. انت خيرك بزغوطنا يا راجل. مش معقوله بقى انا حسبت خلاص. ماشي خلاص اسمعوا. اتفضل. عتاب لفت المركب وحطتها في المكان اللي بننام فيه. حلو قوي. وما جبتهاش ليه ان شاء الله عروسه؟ ما هي تقيله مش هعرف اشيلها. تقيله ادي شغل النسوان. تاني قلت لك ادي شغل النسوان. بس يا جماعه بس بلاش احنا انا حليتها خلاص. انا مخطط خطه متخططه تخطيط ما حصلش ومرستقها رستقه ما اترستقتش قبل كده. مكونه من اربع نقط. النقطه الاولى اولا احنا هنروح عليهم دلوقتي هنلاقيهم نايمين في سابع نومه. في سابع ايه؟ نومه. فيه ده على اطراف الاصابع. شيل استنى دفشنا معانا واحنا في ده. يلا بينا نجري. استنى ما تمشوش دي حنان عامله رنج. بص يا جماعه هي بتتكلم وهي نايمه عادي. عادي عادي يلا.
سيبوه مترحم كده قفشنا. يلا بينا نهرب. يا عم بتقولك طلعت عبيطة هي تتكلم وهي نايمة. سيبوا البطروخ بتاعي، اوعى حد يمد ايده عليه. بطروخ ايه؟ بطروخ ايه؟ نايمة نايمة. يلا انتوا بتعملوا ايه؟ سيبك منها دي نايمة. نايمة ايه دي مفجلة عليها ايه؟ انتوا مش سامعيني بتعملوا ايه؟ يا بنتي تهرب اهرب. يمكن قاعده وهي نايمه. قاعده نايمه ايه؟ ايه يا اخويا بتعملوا ايه انت وهو هنا هو؟ اه صح انتوا بتعملوا ايه هنا؟ هو ايه اللي بنعمل ايه؟ ما انت بتعمل ايه هنا؟ اقول لها بنعمل ايه؟ اقول لها بنعمل ايه؟ انت هتعمل ايه؟ لا ابدا مفيش حاجه يا نسعه تاني. كل الحكايه ان بره فيه مطر وبرد وبرق ورعد حاجه صعبه جدا. فعلا فعلا في رعد وبرق ومطر وبراكين وزلازل وزومبي. ده حتى كان في زومبي بيجري ورانا وجرينا استخبينا في الكوخ. يا ساتر يا رب ربنا يستر. طب بس ينفع يعني اللي انت تخش علينا واحنا الستات لوحدنا نايمين كده هون؟ انت عندك حق عداك العيب اسفين جدا معلش بس قلت لك يعني الجو برق ورعد يعني معلش. يا استاذ ايمن انت بتفهم في الاصول صح يعني احنا اسره واحده واخواته وكل حاجه بس برضك ده ما يديكوش الحق اللي انتوا تخش علينا واحنا نايمين ستات يعني لوحدين. ما خلاص يا ست الراجل الكبير ذات نفسه بيقول لك احنا اسفين. ايه عايزاه يعني يذبح نفسه عشان تقول لي مش حاجه حصل جرايه يا ست؟ انا مسامح يا فرج انا مسامح. خلاص يا نسعه عتاب خلاص احنا هنودعك دلوقتي واذا كان ضميرك يسمح لك وقلبك يطوعك احنا هنطلع بره نواجه مصيرنا مع القدر والطبيعه القاسيه اللي بره. يلا بينا يلا بينا. استنى تعالوا معايا. قفشنا يا معلم قفشنا. يلا بينا نجري. خدوا البتاع دي معاكم بره عشان تدفيكوا بس كده. ميرسي يا عتاب. ثانك يو يا عتاب. ميرسي على ايه يا شحروره انت مالك؟ روح يلا اتكوعي ونامي في حضن هانم. اه روح اتكوعي ونامي في حضن هانم ونتكلم بعدين. يلا بينا يلا بينا. بينا. استنى كده قفشنا يا معلم قفشنا والله نهرب. خدوا دولك معاكم والبسوهم عشان تدفوا صدركم بدل ما تستهوا. والله يا فرج والله البنت دي لو كانت معانا ما كانتش عملت كده. سلام هو في كده؟ لا 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 يلا بينا. استنى كده يبقى اتقفشنا يا معلم خلاص. ما الحرامي بشيلته. خدوا دي كمان معاكم يا صح ملهاش لازمه بس عشان تبخطوا الشله كلها وترجعوها لي كلها. انتوا عارفين ان انا المسؤول. اه طبعا دي امانه متشكرين قوي يا عتاب. يلا بينا. العفو يا استاذ ايمن على ايه يعني ما تشكرنيش لا شكر على واجب. اعتبروني ان انا اختكم الروحيه. هو انا ما عنديش قلب؟ لا ما عندكيش مخ. انت بتتفرجي على ايه يا اختي؟ ساعديهم وشيلي معاهم. ماشي يلا واطلعي وصليهم لحد بره وافرشي معاهم الحاجات كمان. ماشي حاضر. يلا بينا يلا. لا انت تيجي معانا. والله يا ريت يا استاذ فرج انا اجي معاكم بس المشكله ان انا لو طلعت بره واستهويت مين هيراعي الجماعه وياخد بالهم منهم؟ لازم تيجي معانا. دماغك يا فرج. الطيبه دي استحاله الزباين. ما ينفعش يا فرج. يلا بينا. بقول لكم ايه؟ لما تطلعوا اسحبوا كده بالراحه وامشي على مهلكم عشان بس ما تزعجوش الناس وما حدش يحس بيكم. يا سلام فوق ابوي تيجي مكاني. مكاني مش عايز اروح معاك. يلا فرج شيل شيل يلا 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 بينا. طب ادعوا لي والنبي ساحة النطر. لا يا فرج لازم تيجي معانا. يلا مش هينفع زباني ما تقطعش قلبك. يلا بينا. ياه شيء جميل شيء جميل اللي الواحد يسعد الناس قبل ما ينام. اظن بقى ده امن مكان ننفخ فيه الزجاج ومحدش يحس بينا. ده انا معرفش اجي تاني المكان ده. اسد معايا. حلو قوي. اسد معايا اهو. حلو قوي كده معايا. حلو كده اهو. اسد معايا. اجي الزودياك جه وادي احنا واقفين. ماشي هنعمل ايه بقى عشان ننفشه وننفخه كده وننطلق؟ والله حسب خبرتي يعني الزودياك ده فيه كبسوله لو شدتها يتنفخ طوال. لو ليه؟ شدها على طول. انا معرفش الحقيقه هي فين. اختار واحده كده على ذوقك وان شاء الله تطلع هي. اتك على الله. انا ما اعتقد دي. شد. ايه ده؟ امسك الكبسوله بقى وانفخ. لازم تنشف عليها وتشدها كده اديك بوظتها كده مش هيتنفخ. يا عم انت مهول الموضوع ليه كده يعني؟ خلاص ننفخه مانوال. يعني ايه مانوال؟ بنفسنا بقنا. لا يا معلم فرج انا بكتير انفخ في عين مطروفه انفخ في قربه مقطوعه لكن انفخ بخاخه زي دي منين؟
وبعدين انت صدرك قد كده وشباب، بس انت خبرة وتقدر تنفخه بأقل مجهود. مش هنفخ يعني، مش هنفخ يا مستر فرج. انا والله العظيم عمري ما نفخت بالونة في عيد ميلادي، هنفخ البتاعة دي كلها ازاي؟ اسمعها حلوة واسمع انت يا حلو، انتوا هتنفخوا معايا وتساعدوني، ماذا والا انفخكم انتوا الاثنين. انفخ يا اختي انفخي، بيقول لك هينفخنا. يلا يعني. وبعدين هي 10 دقايق ربع ساعة، هننفخ الصدق ونمشي في الفورتي فورتي في الظلام الدامس ومحدش هيحس بينا. انا ينفع ابقى في الوضع السخيف اللي انا فيه ده؟ انت بتنفخ ولا بتشفط يا عم انت؟ انفخ انفخ، انا بنفخ انت بتشفطه. انا دخت من النفخ مش قادره. لا 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 خلاص مش قادره، ضهري بقى خلاص ضهري. لا 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 لا، لا. وايه اللي ظهرك ايه؟ انفخ ايمن بايه يا عم؟ انا نفخت لحد ما نفسي اتقطع. وانا برضو زيك نفخت لحد ما نفسي اتقطع. خلاص تعال تنفخ الناحيه دي وانا انفخ الناحيه دي. ماشي. انا في عرضك يا معلم فرج. ماشي اشفط. حاضر. اشفط ايه؟ انفخ يا معلم فرج، انفخ ما تشفطش. ايه يا ابني حاسب دي؟ لا مؤاخذة لا مؤاخذة يا ناس، يا للجزيرة. ايه انا مصيبكم كحلي ولا ايه؟ فكرنا اجيب لك طبلة عتاب او صوت عتاب وبلسم. ماشي. وتقريبا جايين على هنا، روح اشغلوهم وبال ما انفخ النفسين دول. يلا شد حيلك يلا بينا. اروح معاه؟ ايوه بنتي، نشغلهم اسهل من نفسك. خلاص بسرعة هنتكاتف. خلاص يا معلم فرج خلاص. ايه ده؟ صباح الخير. صباح الخير. ايه ده انت جاي منين يا استاذ ايمن؟ هيكون منين يعني، الجزيره كلها قد كده، يا من هنا يا من هنا. صباح الورد عليكم. صباح الخير. نمت كويس امبارح؟ ها هيكون في يعني طبعا نمنا تمام. ايوه. هو كان في حاجه ولا ايه؟ لا ده موضوع تافه كده هون، بس انا اتصرفت، ما تشغلش بالك انت. وبعدين ما تحشرش مراخينك في كل حاجه. ما احشرش ايه؟ مراخينك. ايه مراخينك اللي بتشم بيها؟ اللي بشن بيها؟ مراخينك اللي بتشم بيها، انت صدقت؟ انت بتتكلمي هندي ولا اخترعت لغه جديده واحنا مش عارفين؟ ما علينا. هيا يا جماعه، مين هيجي معانا الغابه عشان ندور على حاجه نكشف فيها نكثف فيها؟ الله يخرب بيتك، نكثف فيها الميه. استاذ ايمن؟ مش انا. مستر بلسم؟ ايوه. ولا انا. يا جماعه فين روح التعاون وروح الانتماء للجزيره اللي احنا فيها؟ ايه يا استاذ عتاب، قولي لهم العيله الواحده والكلام ده. بلسم باشا. ايوه. انا ممكن اجي معاك عيد. استني بس يا نانا، انت عايزك في حاجه كده خاصه بيني وبينك. يا راجل وده وقته على طول مستعجل كده؟ مش مستعجل ولا حاجه. لا ده هو